سمك الفيليه سهل، هات سمك باسة ممكن تشتغلي بيه. عندك عندك قشر بياض، دول اشهر اتنين موجودين في مصر دلوقتي. في دلوقتي اعتقد انا شفت سمك وقار قشر فيليه بقى موجود، هو موجود من زمان بس يعني كنت شفته في السوبر ماركت كتير ما نزل مع السمك، بيبقى اغلى شويه لكن بيبقى حلو جدا الوقار لو تجيبيه اللي هو الفيليه الوقار. وطبعا في الفيليه اللي هو قشر بياض ده ممكن تجيبيه، وطبعا اغلاهم اللي هو الهامور، وفي اللي هو البلدي. انت حضرتك شوفي ايه بقى اللي عندك وجيبيه، واللي هو من اللي هو فريزر ده اللي هو بيبقى في كاس على ضمانتي والله ما في اي حاجه، حلو جدا اللي هو الباسه سهل وتجيبيه، واللحم بتاعه محترم وما فيهوش اي مشكله. على فكره انا جايب لك نوعين قدامك اهو عشان اوريهم لك. طيب هجيب عندي ايه بقى، شويه زيت الو الصوت بعيد يا جماعه الو وعليكم السلام، ربنا يخليك الصوت بعيد قوي يا جماعه. اهلا بحضرتك، انا مش سامع وحضرتك بس يا ريت تتصل بينا تاني يا ست الكل، احنا اسفين جدا. تعالوا بقى نشوف عندي البطاطس اهيت، هبدا ان انا ارصها. ادي البطاطس تمام، وبعد كده ببدا ان انا اجيبها شرايح. وابدا ان انا ايه احطها هي، ما اعرفش كانت في اخته متصله يا جماعه والله انا كنت سامعها من بعيد لكن للاسف انا مش سامع حاجه خالص. طيب طماطم تتبيله تبقى مختلفه شويه على فكره عن السردين، اعملي بقى الصينيه ديت برضو سهله. يا ام احمد ام احمد ام احمد بيجا، ازيك يا ام احمد؟ يا ام احمد لا خديجه، خديجه ازيك يا حاجه خديجه؟ الله يكرمك الله يكرمك يا ابني، ازي حضرتك؟ قولي حضرتك ايه، انا عندي زيتون عزيزي عامل امبارح، جميل زي ما ملحه يا تملحيه ازاي؟ بص حضرتك هتجيبي البرطمان بتاعك الازاز الحلو، بعد كده بتبداي اللي انت تفتحيه تشرطيه بالسكينه، بعد أيوه. كده بتسلقيه بالظبط. انا هقفل واسمعك من يلا الفوق. بينا يلا بينا يلا. بعد كده بتجيب عندك بتسلقيه عندك حاجه بسيطه جدا عشان ينزع المراره اللي هي السلق ديت، عمليه السلق. بتجيبي فلفل حامي، بتجيبي عصير ليمون، بتجيبي خل، وبعد كده بتحطيهم في ملح خشن وميه وتبداي تقلبي. طب ازاي تظبطي معدل نسبه الملح مع الميه؟ حضرتك بتجيبي بعد ما تعملي السائل او المحلول بتاعك بتحطيه هنا في بوله زي ديت، بتجيبي بيضه صغيره، لو البيضه ديت طفت من فوق تعرفي ان الملح مظبوط، لو نزلت تحت تعرفي ان الملح بتاعك زايد شويه. يبقى انت بتعملي حسابك بالبيضه وتملحي عن طريق البيضه ديت بتشوفي نسبه الملح مظبوط ولا لا، ده اهم حاجه في الموضوع. بعد كده بتحطي، ولو عايزه تحطي هريسه شطه مفيش مشكله اللي هو دبس الفلفليه، بتضيفيها حوالي معلقتين اتنين مع المحلول اللي انت هتعمليه، يبقى ميه وعصير ليمون وخل وهريسه وبعد كده فلفل شطه وعندك سلايز ليمون، يبقى زي الفل ان شاء الله، وحوالي 20 يوم وتاكل احلى زيتون عزيز ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك. تعالوا بقى نشوف هنعمل التتبيله ازاي. طماطم قطع، معلقه اتنين مستارده، خمس فصوص من الثوم المفروم، معلقه صلصه طماطم، بعد كده عندي عصير ليمون، بعد كده عندي شويه من الكمون وشويه من بهار السمك، ادي بهار السمك وادي شويه من الكمون، والمنيو قدام حضراتكم تقدروا انتوا تكتبوه، واللي ما بيلحقش يكتب الطريقه كل الحاجات دي بتنزل عندنا على الصفحه. طيب بالليل طبعا حط عندي الملح واضرب الخلطه دي كلها مع بعضها مع شويه من
الزيت، ادي الزيت الذره، ونبدا ان احنا نضربها كويس جدا مع بعض. واجيب عندي سمك الفيليه يا باشا، يمين في شمال، تمام. ادي السمك الفيليه بتاعنا، نشوف المعلومه بتاعته على ما ارصه في الصينيه، وبعد كده نطلع فاصل.